معرض أيادي مصر يمكن الهدف منه زي ما سمعنا فكرة الترويج للمنتجات اليدوية، كمان تشجيع أصحاب الحرف اليدوية، بنتكلم على تمكين اقتصادي، بنتكلم على تحسين مستوى معيشي يعني هذه الفئات تحديدا، وفكرة الترويج والدعاية لهذه المنتجات في محافظات الجمهورية المختلفة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير السادة المشاهدين في كل مصر. الحقيقة معرض أيادي مصر يمكن كان يعني حدث مهم جدا، إنه يجمع منتجات والعارضين من كل المحافظات المصرية اللي شاركت معانا. المعرض كان فيه أكثر من 16 محافظة زي ما حضرتك ذكرت، ولاقى إقبال جميل جدا من المواطنين والسائحين الزائرين لمدينة أسوان. يمكن كمان ده اللي خلى سيادة المحافظ امبارح خد قرار إن احنا نمده 48 ساعة كمان، وإن احنا نزود ساعات افتتاح المعرض من 9 صباحا يبقى ل 11 مساء. ده نظرا لإقبال المواطنين، وكمان وجود أفواج سياحية الحمد لله في أسوان بشكل كبير الفترة الموسم ده، فمخلي حالة من الرواج كبيرة جدا للمنتجات. هنرجع تاني للمعرض. هل هنا بتتكلمي على مد كمان فترة ساعات العمل من 9 مساء ل 11 مساء، صح؟ ده صحيح، ده صحيح. طيب عاوزين نعرف طبيعة المنتجات يا دكتورة غادة اللي موجودة في المعرض، وإيه أبرزها، وإيه أكتر المنتجات اللي بيتوافد عليها الزائرين يعني؟ الحقيقة المنتجات كلها ميزتها إن هي فيها يعني اختلاف كبير، مفيش رتابة في المعرض، وده مخلي في إقبال جميل جدا على المنتجات. يمكن منتجات زي محافظات الجيزة وبني سويف والوادي والوادي الجديد وقنا من الفخار كان عليه إقبال كبير جدا، المفروشات والسجاد اليدوي كان عليه إقبال. في بعض المنتجات الزجاجية مصنوعة من الزجاج يمكن برضو لاقت يعني مش عايز أقول لحضرتك المعروض تقريبا كله اتباع في أول يومين، فده حتى العارضين نفسهم اتفاجئوا من حجم الإقبال على المنتجات بتاعتهم، وده راجع إن هم عندنا ميكس جميل جدا من كذا محافظة، يعني محافظة أسوان شافت منتجات محافظات الاخرى، وهذا كمان على وتكفي منتجات محافظه اسوان يعني بجمالها وجمال الوانها يعني. طبعا اكيد، بس في منتجات جديده جت جنبهم، فخلى في نوع من الرواج كبير جدا للمنتجات الاثنين، وحتى الزائرين اللي قلنا من محافظات اخرى السياحه الداخليه اللي موجوده شافت برضو منتجات محافظات تانية غير محافظاتها، فده كان عامل انطباع جميل جدا. وجود المنتجين دول كلهم في مكان واحد ساعد في ان هو يعني يبرز حتى شغلهم. بالاضافه طبعا اثناء المعرض الحقيقه بدات بعض من التوأمه بين المحافظات، يعني بعض المحافظات اتفقت مع بعض على انها تنقل خبراتها للمحافظات الثانيه. فده دكتوره غادة، احنا امام نسخه ناجحه يعني بكل الشهادات اللي موجوده، وان لم تكن ناجحه ما كانش قرار يعني مد هذه النسخه بسبب الاقبال عليها. عاوز اعرف ازاي بيتم انتقاء العارضين في هذا المعرض تحديدا. الحقيقه العارضين كلهم في المعرض المسجلين على منصه ايادي مصر، دي منصه اللي بتتبناها وزاره التنميه المحليه لتوسيع العرض للمنتجات لهذه الفئه من المواطنين، وده يمكن بيساعدهم على ان هو يقدر ينافس في السوق دلوقتي عبر الانترنت وعبر منصات الالكترونيه زي ما حضرتك ذكرت. فالمنصه بتحاول تزود الربط وانتشار هذه المنتجات. العارضين دول تم تسجيل منتجاتهم بشكل اللي هم ذات جوده عاليه، منتجاتهم تم تقييمها من خلال فريق وزاره التنميه المحليه ووحدات ايادي مصر في المحافظات وبالذات محافظه اسوان طبعا. فده بالاضافه كمان ان العارضين اللي هم مش مشاركين في منصه ايادي مصر ابتدوا يجوا ويشوفوا المعرض ويقولوا احنا كمان عايزين نسجل وعايزين نحط المنتجات بتاعتنا على المنصه، فبيخضع لمجموعه من المعايير اللي بناء عليها بيتضاف على المنصه عشان يبقى المنتج يليق ويرقى ان هو يتسوق عالميا زائد محليا على مستوى المحافظات كلها. وده اللي بياكد ان يعني كل اجهزه الدوله بتتكاتف للتحول الرقمي من خلال يعني مجموعه من المشروعات والمبادرات والمنصات اللي بتدعم وبتعزز هذا التوجه. بنشكر حضرتك دكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان، ويعني كل التوفيق للعارضين في معرض ايادي مصر.